مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا، تحية طيبة وخالصة لكل الأوفياء. ومرة أخرى كنتمنى لكم رمضان كريم، نتمنى لكم تكونوا على خير ودائما كتعيشوا هذه الأجواء الطيبة والروحانية وهذه الأجواء الرائعة بعد شهر الفضيل في أحسن الأحوال. ومعنا ككل يوم اثنين طبيعة الحال الكوتش منى صباحي، مدربة معتمدة في تطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. أهلا سكينة، اش خبارك؟ الحمد لله. كي دايره مع الصيام؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. صايمه مية حتى هي؟ لا، معايا اللي كتوجد لنا الحريره وكذا. آه تبارك الله، بارك عليها. بصافي داكشي علاش غنجي نخطب، راه تبارك الله حد كاع. غتهلا ليا في ولدي ياك. لا ما تخافيش. تبارك الله عليك، بطبيعه الحال كنت منى. ورمضان كريم عندك ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي. كنت منى اليوم جايه بازياء تقليديه رمضانيه. رمضان. مرحبا. اذا كنت منى اليوم غادي أو هذا الأسبوع غنتكلموا على التضامن خلال الشهر الكريم. شي حاجة مهمة جدا نكونوا متضامنين مع بعضنا. كنشوفوا أوجه التضامن بشكل كبير، كنشوفوا ناس اللي كيساعدوا الناس محتاجين، كنشوفوا موائد الرحمن، كنشوفوا أمور كثيرة في مجتمعنا اللي كنقولوا الحمد لله. يعني الأمور الحمد لله أشياء كثيرة كتفرحنا وكتفرحنا في الشهر الكريم، ولكن كنساوها في حياتنا الخاصة، كنساوها في علاقتنا مع بعضنا. وهادشي علاش اليوم غنتكلموا على التضامن كتضامن، غنتكلموا ايضا على التضامن في العلاقه الزوجيه ما بين الازواج، نتكلموا في التضامن في العمل. بزاف الناس ربما كتكون مجموعه من الصور اللي يمكن انها تكون حاضره في العمل ديالو. ايضا نتكلموا حتى في التضامن في علاقتنا مع وليداتنا، كيفاش نعلموهم هاد القيم هادي، كيفاش نخليهم انهم يكونوا دائما متضامنين مع ناس اخرين. فاليوم كوتش منى بداتنا كيفاش يمكن لها تفسر التضامن في حياتنا في مجتمعنا في المحيط ديالنا. كما قلتي في تقديم سكينة، يعني التضامن واحد القيمة، واحد القيمة أخلاقية، واحد القيمة مجتمعية، واحد القيمة رائعة إنسانية. يعني هي في حقها ماشي احنا الانسان اللي عندنا التضامن، حتى الحيوانات عندهم التضامن. المجتمعات هي الا جينا نقولوا هي متعلقة بالمجتمع، اي واحد المجموعة ديال المخلوقات كيعيشوا مع بعضياتهم، الا ما كانش عندهم واحد التضامن ما يقدروش يعيشوا، ما يقدروش يستمروا. الا نشوفوا النمل، نشوفوا النحل، نشوفوا جميع الحيوانات اللي كتعيش في واحد في مجتمع مجموعات عندها واحد اسست واحد النظام ديال التضامن بيناتها. فما بالك حنا اللي بشر، حنا اللي 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 ربي نعم علينا بالعقل اللي عندنا، داك من غير الغرائز ديالنا. الا كان الا كان التضامن غريزه من اجل البقاء ومن اجل من اجل العيش بسلام والعيش بامان والاستمراريه في ذاك البقاء، الا كان عند المخلوقات عند الحيوانات، فما بالك حنا اللي بشر اللي ربي ميزنا بالعقل. واللي التضامن ماشي فقط هو حنا محتاجين لهذا التضامن من اجل الاستمراريه من اجل البقاء، لان كل واحد فينا بوحدو ما يقدرش يدير كل شيء. علاش كنعيشوا في مجتمعات كل واحد يشد يجلس في شي قنت راسه؟ الا غير مرتي ولا درك راسك ما كاينش اللي يسول فيك. يعني هو التضامن راه ماشي نحصرو فقط في ماديا، بزاف الناس كيحصروا ماديا، تيقول لك اودي الا غنكون متضامن يعني نوفر الجانب المادي لشخص محتاج او شيء من هذا القبيل، فهذا نوع من التضامن والتكافل. التضامن اكبر من ذلك. اكبر، انا عطيتك مثلا حرق راسك، قلت لك حرقك راسك وما تلقاش اللي يسول فيك، هذا راه تضامن. مين كان التليفون دابا كتحس في الخاطر بيان سور. فمثلا هذا الشهر الكريم من اهم الميزات اللي فيه هي التضامن. كنبداو في الاول، راه يمكن كان بزاف الناس كيعتبروها غير واحد التقليد، مجرد رسائل تبعات او تليفون كتهزي وتسول في الناس، ولكن داك الهزه ديال التليفون اللي درتها بواحد النيه ديال التضامن، ديال كنتفكر الاخر، كنستغل هذه الفرصه هذه ديال هذا الشهر الكريم المليء بالروحانيات والمليء بواحد القيم جميله جدا وبالصبر وبالتعاون وبالتضامن، كنهز التليفون وكنسول لاباس عليك بخير ومبارك الشهر، هذا راه تضامن، هذا راه كنقول لك راني على بالي، راني معاك، رانت معايا. ماشي ولا بد بالمال، ماشي ولا بد ماديا، بالطبع التضامن المادي سمه من السمات ديال التضامن. مين كنقدروا انا الا كان الانسان عنده الامكانيات او حتى ما عندوش الامكانيات، يعني ماشي غير كابينيفول، يعني غير تعاون بيديك لا، ومين كنتكلموا على الامكانيات ما تنتظرش تكون مليونير ولا يكونوا موفرين عندك الفلوس بزايد باش عاد تعطي او باش تضامن او باش تعاون. راه الا وصلنا حتى لهذه الفكره هذه فاحنا داخلين في واحد المجال ديال الانانيه اللي ما عمرك توصل ليه باش انك يكون عندك حتى شي عليك، لانها تبقى دائما عايش في واحد الفقر داخلي، لان اللي كيعطي كيعطي من القليل، اللي كيتضامن كيتضامن من القليل. وعلى على ديك التضامن وعلى ديك الروحانيات ديال هذا الشهر الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ قال لك من افطر صائما كان له مثل اجره.
لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، يعني من اجور الصائم شيئا، يعني الا فطرتي شي صائم كتاخذ الاجر ديالو، ولكن ما كتنقصليش هو من الاجر ديالو. الصحابه ديك الساعات والناس اللي كانوا محيطين به كانوا فقراء، ما كانش كلشي عنده المال باش. ويقول لي يا رسول الله زعما ليس كلنا يجد ما يفطر عليه، زعما راه ماشي كلنا كاع عنده باش يفطر شي حد. يعني هما حتى هما تخيلوا انك الا تفطر شي حد راه تحط ما عرفت شنو. فقال لهم هذا الاجر اللي كيفطر الصائم بالجغمه ديال الماء ولا بشق ديال تمره، نص تمره ولا كويس ديال الماء كتاخذ داك الاجر. اذا شوف التضامن فينا هو، ما انتظرت نكون نحط مثلا كنلقاو مثلا شحال من عرادات او من بين السمات ديال هذا الشهر الكريم، يعني الزيارات والاحباب، فشحال من واحد ما كيعرضش او ما كيمشيش. علاش؟ لانه الا بغى يعرض ولا بغى يجيب شي حد خصو يحط الطبله ما عرفت شنو فيها ويدير ويصوب ويعمل الى عندك بصحتك وراحتك، ولو ان الاخصائي في التغذيه كيقول خصنا نقصوا من هذه القضيه، لان ملي كنحطوا ذاك الاشكال كلها واخا دغري من كل حاجه كتصدق معمر كتجيب واحد الكميه هائله من الطعام وكتسقط فقدتي ذاك الميزه ديال الشهر الكريم، فانك والاهميه ديالو باش انك تنقي الذات ديالك بلاصه عاد كتزيدها في السموم. كاين اللي كي ما كيعرضش على الاصدقاء ديالو او الناس ديالو او الاهل ديالو باش يجيو يتقاسموا مع ذاك الوجبه وذاك الشهر الكريم، او هو يمشي خوفا من هذه القضيه، ديال خصني شحال نخلص وشحال ندير، والنهار اللي نعرض خصني نوقف في الكوزينه من الصباح حتى الليل. عندك بامكانك هذا بصحتك وراحتك، ولكن راه ماشي شرط. راه هذا التضامن وهذا الالفه وهذا التواجد ماشي شرط اننا نخسر فيه واحد المبالغ هائله باش نقولوا حنا نتضامنوا. اذا حنا الا مشينا درنا هاد لي كونديسيون او درنا هاد الشروط ديال خصني نعمل خصني نحط القد والقد خصني نفعل، كنهرسوا التضامن، كنهرسوا داك الروح ديال الاخاء. ومادام حنايا في هذا الشهر الكريم يعني نرجعوا القيم ديالو الاساسيه واللي من بين منها والافضل هذا التضامن. التضامن حنا محتاجين له كاشخاص ماشي فقط الاخر اللي كنتضامنوا معه. يعني حنا دائما من كنهضروا على التضامن يمكن ما نقولش دائما ما يمكن كيجينا في بال ان التضامن كنتضامن انا مع شي حد كما قلتي سكينه بالعمل نقدر نتعامل كوم فولونتير يعني على متطوع او نتعامل بالمال ديالي الا كان عندي الامكانيات او حتى ما عنديش الامكانيات داكشي اللي قديت عليه او نتضامن بالكلمه الطيبه كنشوفها كعلاقه مع الاخر. انا دائما في التطور الذاتي كنرجع دائما للعلاقه مع الذات. راه مين كنتضامن مع شي حد راه داك السعاده اللي كنحسوا بها وداك الفعل في حد ذاته داك تحقيق داك القيمه ديال التضامن كتعطينا واحد السعاده وكتعطينا واحد النشوه وكتعطينا واحد الانبساط وكتعطينا واحد المجموعه ديال الاحاسيس الايجابيه اللي كتخلينا نديروا بزاف د الحوايج اخرين. داك يعني راه ماشي فقط الاخر اللي كنتضامنوا معاه اللي محتاج لينا، راه حنا اللي كنتضامنوا او هذاك الشخص اللي كيتضامن حتى هو كيحس بداك الراحه وكيحس بداك المتعه وكيسمع الدعاوي وكيسمع كلمه طيبه وكيسمع داك الفرحه ديال الاخر وكيشوف داك الفرحه ديال الاخر اللي ساعده وكتاخذ دروس اكيد. لانه للاسف حنا قد الانسان سبحان الله العظيم كيقول لك ما كيعمر عين بنادم الا تراب، يعني الانسان كيبقى دائما واخا يكون عنده اللي كان تيبقى دائما يقول خاصني وخاصني وخاصني وخاصني، ولكن ملي كتكون مثل هذه الفرص وكتشوف ناس اللي اقل منك وحمد الله وشاكرينه وربما كينتظروا فقط واحد شويه ماشي بزاف كتاخذ درس كبير، كتفيق شي شويه، كتحس براسك بانك كتقول اتونسيون راني غير كنرون بعض الخطرات راني قادر نعطي. هاد القدره على انك تعطي وانك تتضامن راني نعمه عند الله سبحانه وتعالى. نعمه عند الله. علاش باش قلت لك انا ما نحسروهاش في المال؟ لان ايا كان واخا تكون انت ضعيف او تكون عندك قليل ولا هذا راه كاين ما قل منك، يمكن انت عندك 10 درهم يمكن داك 10 درهم ما عندوش، انت عندك صحتك كاين اللي ما عندوش، انت عندك شويه الوقت كاين اللي ما عندوش الوقت. كل واحد فينا وعنده واحد الفائض من شي حاجه يقلب عليها من الافكار ديالو شنو، بس كنكونوا محتاجين نعاونوا شي حد يجي يهضر معاك غير بالاستماع. هي تسمع ليه او تقترح عليه او تعاونوا بشي حاجه، غير داك التضامن غير المعنوي ما درتي حتى حاجه، يعني ما قمتيش لا بجهد مادي ولا خديتي المال، عطيتي واحد 10 دقائق ولا نص ساعه ولا هذا من وقتك تصنتي ليه شتي معاه، ما نصحتيش غير تصنتي ليه هي تضامنتي معاه بالقلب ديالك، غير تصنتي ليه قلتي والله ايه وكيفاش ومناش وعلاش. وكلنا كنحتاجوا لهذه القضيه، كلنا كنحتاجوا واحد الوقت انني نمشي نتقاسم مع شي شخص، ماشي ولا بد في الاحزان، عندي مشروع واحد الفكره، بغيت نمشي ندوز كونجي، بغيت شي فكره في راسي كنبغي شي حد نعاودها لي بلا ما يهرس لي هذاك الافكار ديالي، غير تصمت لي، عرفتي راه واحد اون كومبيتونس، واحد كفاءة كفاءة بصح هي ديال ميرسي سكينة، هي كفاءة واحد الكفاءة كبيرة بزاف ديال اني نتضامن بالسمع بالاستماع ماشي بالسمع بالاستماع بالانصات، اني كنتصنت لك ولكن باهتمام، ماشي كمل راه كنلعب في التليفون راه كنتصنت لك كمل ما تضامنش معك، ولو ان راه نعطيك 5 دقائق ولا 10 دقائق من الوقت ديالي باش نعرفك علاش كتهضر. فالتضامن كيريحنا حنايا وكيفرحنا وكينعكس على الاخر حاجه اخرى هي اننا شحال من يمكن هذا الخطا اللي كنقوموا به في مجموعه الاشياء اللي كنقوموا بها، اننا مين كنقوم بشي حاجه جزبينا التضامن مثلا
مين كنتضامن مع شي حد كنعاونو فشي حاجه عنده مشكله هي تنطلي تيكون عندي واحد الانتظار شنو بات بلا ما نرد البال كيولي عندي اون اتونت ديال انني من نحتاج لك خصني نلقاك المسائل ماشي فحال هكا ما كتحسبش بهذه الطريقه ماشي واحد زائد واحد كتساوي جوج نتضامن هذه يمكن هي احسن حاجه اللي كنسميوها المعنى الحقيقي ديال في سبيل الله كدير حاجه من اجل الله عز وجل كدير في سبيل الله وما كيكونش واحد الانتظار من داك الشخص كديرها حيت انت فرحان ديرها حيت انت باغي ديرها وكيت الانتظار ديالك تيكون اكبر من ذلك الانتظار علاش انا قلت في سبيل الله من اجل الله عز وجل الانتظار كيكون من الله عز وجل وفي التطوير الذاتي او الناس اللي ما عندهمش حتى الديانه كيقول لك الكون علاش لان ملي كدير واحد الحاجه زوينه او ملي كدير واحد التضامن او ملي كتضامن مع شي حد وكتقوم بشي حاجه وكتفرحوا كن متيقن ان هيجي شي حد ويتضامن معك ويفرحك ويكون بجنبك واحد الوضعيه واحد اخر ماشي بالضروره هذاك الشخص يمكن يعني المسائل ربما هو سلف ودين ماشي يعني الانسان اليوم كيدير لا الانسان ربما اليوم كيدير واحد التصرف مع واحد الشخص اخر غدا كيلقاه عند شخص اخر لان الله سبحانه وتعالى يعدل ربما اليوم عندي وغدا ما يكونش عندي غنلقى شخص اخر اللي عنده اللي يقدر يساعدني وهكذا هذه هي النقطه غير ما تنتظرش انا علاش نركز على ما تنتظرش من نفس الشخص كيقول لك عرفتي وانا مين كان مريض وقفت معاه وانا مين كان عيان وقفت معاه وانا مين بغى مين كان كيجي عنده مشاكل كيجي يعاود لي وانا كنتصنت ليه وانا دائما كنردوا راسنا مساكن وراسنا حنا درنا داكشي اكثر من القياس واذا انت اولا ضيعتي الاجر ما بقى عندك اجر ثاني انت داك المتعه ديال التضامن وداك انك فرحتي عاونتي شي حد هكاك بدون انتظار مشات لانك كتنتظر واحد الحاجه علاش ما دارليش وكل ما كان التعامل ديالنا والتضامن ديالنا من اجل انفسنا من اجل داك الفرحه من اجل داك الراحه من اجل داك الارتياح كل ما كان اولا كنرتاحوا مع الطرف الاخر لان ما كيبقاوش عندنا انتظارات ما كنساينكش انت ترد لي داك الشيء اللي درت وحاجه اخرى هو انني من نقوم من كنحتاج لشي حد كنكون متيق بعد اولا من ندير نكون متيقن ان يجيني لو غوتور او الرد من جهه اخرى من نحتاج ليه ما نبقاش نركز على داك الشخص ونكون متيقن ودائما الناس اللي كيتضامنوا بهذه الطريقه الطيبه بهذه الطريقه اللي كتفرحهم وكتفرح الناس الاخرين كيقوموا بتضامن بدون انتظار واحد رد الفعل او واحد المقابل كتلقاهم دائما ملي كيوقعوا في شي مشكل او كيوقعوا في شي حاجه او كيحتاجوا كيجيب لهم الله عز وجل وكيلقاو هذاك العمل اللي قاموا به كيخرج لهم شي قنت اخر وكيلقاو اللي يعاونهم وكيلقاو اللي يوقف معاهم. تبارك الله عليك كوتش منى واكيد انها قيمه مهمه جدا حنا غدا غنتكلموا عليها في العلاقه الزوجيه لانه للاسف قله ما كنلقاو هذا النوع من يعني من القيمه حاضره في العلاقه الزوجيه لانه كتقدر دير المرأة مجموعه من الاشياء والرجل ما كيعترفش بها وكتقدر يدير الراجل مجموعه من الاشياء والمرأة ما كتعترفش بها وكتقدر تكون المرأة هازه الحزه في واحد المره اولا الراجل هاز الحزه في واحد المره وما كنعترفوش لبعضنا وما كنتكافلوش مع بعضنا وما كنقدروش تضامننا لبعضنا ما غنقولش باللي كلشي ولكن كاين منا للاسف اللي ما كيوصلش لهذا السمو في العلاقه الزوجيه غدا غتكون فرصه باش ندويو عليه باذن الله. مشكوره كوتش منى بطبيعه الحال مازال مستمرين معك دائما وحكي لنا قصتك كنشوف فاصل اعلاني ونسمعوا لعبد العالي انوار هذا رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك وحكي لنا قصتك على 05 22 46 72 50 اولا 51 اولا 52 ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك تحيه طيبه وخالصه ودائما مواصلين معكم اوفينا الكرام هاد النسخه الرمضانيه نتمنى ان تنال اعجابكم ورضاكم فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع وغادي نمشي مباشره ناخذ معايا مكالمه معنا لاله دعاء من وجده مرحبا بك لاله دعاء مرحبا رمضان كريم رمضان كريم مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته وانت كذلك لاله اختك بارك الله فيك معي سكينة ياك ايه مرحبا شخبارك شخبار الناس دوجدة عندكم شي صد كاين جيت سودي معنا مرحبا بك مرحبا وخسني شي 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 رحلة ليلية حتى نوصل لوجدة ياك مرحبا بك انتي ومولا الله يطول لي عمرك الا دعاء بارك الله فيك مرحبا تفضلي غير اللي بغيت نقوله هو انه جبني بزاف هذا الموضوع ديال التضامن اللي هضرتوا عليه بارك الله فيك سورتو يعني التضامن يعني ماشي غير للفلوس والواحد حتى يكون عنده يعني هذاك هو اسمى قمه التضامن يعني في العمق ديالو وعجبني الموضوع بزاف وكنأيد الطرح ديال منى طبعا واللي بغيت نقوله درت
انا شخصيا شحال من مره كتصرى لي يعني كندير شي حاجه بسيطه ونهار اللي كنوقع شي مشكله حتى كنلقى شي واحد زعما يعني كيفسر حتى كنحل ديك المشكله دغيا. هادي اللي تيدير الخير تيلقاه ياك دعاء. وي الحمد لله. الحمد لله. واللي بغيت نقوله كان عندي واحد الفكره هي انه يعني بحاجه بسيطه نفرحوا الناس. كنت ديرنييرمون جربتها بوحدي ولكن دابا الحلم ديالي ان يعني مجموعه ديال البنات والدراري يعني شباب بصفه عامه يجربوها معايا اننا ناخذ نشريو دي فلاغ وندورو على الناس في الزنقه اللي ما كنعرفوهمش ونعطيوهم دي فلاغ. تفرح شي حد اللي ما تتعرفوش هديه ديال الورود. تفرح واحد اللي ما كتعرفوش ماشي بالضروره تعطيه الفلوس حيت تعطي شي حاجه اللي تفرحو بسيكولوجيكمون فهمتي؟ صح جيسبيغ كو ليدي ديالي تكون وصلت. شكرا دعاء على هذا الاقتراح. مشكوره دعاء. يعني فكره جميله منك دعاء ماشي بضروري يعني بالورد يمكن الانسان باي مبادره بسيطه باي مبادره يعني ولو غير ندوزو حدا بعضياتنا في واحد الشارع ونقول السلام عليكم والانسان يتبادل التحيه راه في حد ذاتها واحد البسمه يعني الانسان ما كيبقاش دابا كتلقى شحال واحد غادي في الشارع وواحد معبس وواحد كانه ما عرفت شنو طاري في الوقيته اللي واخا ما كنعرفوش بعضياتنا راه حنا خوت ولله الحمد كيجمعنا دين واحد وكتجمعنا بلد وحده بطبيعه الحال. طبيعتها اني سورتو باش كتعطي دابا باش كتعطي لواحد واحد لو كادو اللي ما متوقعوش سورتو الورد زعما الفرحه اللي شفتها في وجوه الناس يعني خلاتني نفوت واحد النهار زوين بزاف رغم انه الصداع اللي كان عندي ولي بروبليم ايتو. تبارك الله عليك. الفرحه بوحدها ما كرهتش زعما كاع زعما مجموعه ديال الناس يشاركوني فيها ماشي غير انا بوحدي. تبارك الله عليك والله يعطيك الصحه واكيد دعاء نكونوا سعداء جدا بطبيعه الحال بالتواصل معك وجميل جدا نسمعوا من شباب افكار مشابهه يعني الانسان اللي كيفكر انه يدير شي حاجه بغى يفرح الناس خويا. لا واللي زوين في دعاء اللي قامت به هو ان ما تقدرش دير جمعيه وما تقدرش تجمع 100 واحد وما تقدرش تقول له واش انا بوحدي نمشي في الزنقه ونعطي. شافت واحد الفكره عجبتها ارتحت ليها قامت بالتطبيق ديالها وتلقى ناس اخرين اللي دابا هي عطات الاقتراح على 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 الاثير وراه ناس بزاف اللي يسمعوها اللي يقدروا يتصلوا بها يمكن تطول الفكره لاشياء اكثر الفكره الاكبر من هذا وتولي كاع يولي مثلا يوم في الشهر ولا يوم في هذا اللي الناس كتجمع فيه اللي باش تعطي واحد الهدايا رمزيه باش ما نقولوش لا خصني يكون عندي فلوس بزاف باش نعطي واحد الهدايا رمزيه كدليل على التضامن معك راه واخا ما كنعرفكش ولكن راه انت عزيز عليا لاننا كنقتسموا حتى الا ما كناش مغاربه يعني في المغرب وكاينين الناس اللي ماشي مغاربه حتى الا ما كناش مغاربه ولكن كنعيشوا على واحد الارض واحده وتحت سماء واحده علاش ما نقتسموش راني كنحس بك ونتمنى حتى انت تحس بيا. نعم وتحيه لدعاء تبارك الله عليك وتحيه لكل ناس وجده تبارك الله عليك وتحيه لكل المغاربه فين ما كانوا بطبيعه الحال. ناخذوا معنا لاله فاطمه من الرشيديه. مرحبا بك لاله فاطمه. السلام عليكم اخت. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله يطول عمرك. انا عندي واحد السؤال واخا ما مرتبطش بالموضوع. تفضلي. مرحبا. تفضلي. اختي انا عندي مشكله مع راجلي. المهم حصلت عليه خيانه. شحال انتم مزوجين؟ اربع سنين ديال الزواج. اها عندكم ابناء؟ عندنا وليد. داكور تبارك الله. ادم. شنو سميتو؟ أنا اسمح لي ما قريتش سميتين. ريان الله يخليه لك. بارك الله فيك. حصلت عليه خيانه لقيت نماري ديال التليفون تيقول لي ماشي دياولي ديال واحد صاحبي اللي عيط هادي. المهم واحد المره لقيت واحد النمر عيط لقيتها بنت واحد المره قلت لي انا غنمشي هذا النهار ما غنكونش هنايا غنمشي لدارنا قلت لي ما غنتغداش هنايا فجات صدم انه لقاني مازال في الدار ما مشيتش هو كندير معاه شي وحده يمكن كان بغى يجيبها للدار ولا ما عرفت. انا وقفت بالصدفه لقيتو كيهضر في الكوزينه حاني هكا باش ما نبقاش نسمع انا باش ما نشوفوش وقلت لي عطاني التليفون بغيت نهضر مع دارنا باش نقول لهم علاش ما جيتش فاش عطاني التليفون لقيت واحد النمره مقيده فاش انا صونيت على ديك النمره لقيتها واحد جارتي ومشكل انها عندها راجلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أنا جمعت شوية بغيت نمشي بحالاتي المهم بقى كيرغب فيا وهذا قلت لا ما تمشيش وهذه وشوفي الولد قلت له علاش أنت ما شفتيش في وجه الولد اللي كاين المهم قررت أنني نمشي بحالي زدت واحد الأيام ما تهزيتش شوية مشيت بحالي صافي جلست طلاق. بقى
كتبقى المهم معايا شحال ولا ما تمشيش وهادي وهادي. المهم مشيت بحالي بقى لي في التليفونات وهذا وجا عندي ردني للدار. العائله ديالك ساخت الخبر؟ لا ما قلتها لك حتى شي واحد. هذا هو المشكل دابا هذا الشيء معصبني. ما قلتها لك حتى شي واحد. وانت من هزيتي حوايجك فين مشيتي؟ انا سافرت ولكن ما قلت لهمش السبب الرئيسي. اه الدار. ما قلت لهمش علاش قلت لهم هزيتي ولدك وخرجتي. اه ما قلت لهمش السبب علاش خرجت من الدار. ومؤخرا غير مؤخرا تدخل رمضان لقيت واحد من المراه كتصوني عليه قال لي حقا انت واحد السيد راه هادي وهادي. المهم انا شكلي خاطري قال لي راه بغيت نصيفط ميساج للاخت ديالي وبارك ليها العواشر. قال لي وتصادفت ان النمره ديال واحد السيد اخر. المهم انا شكيت مع جويه الصور هكا بقى كيصوني التليفون قال لي راه الرافعي. قلت لي انا ما ماشي شي وحده. المهم ما قلت لي ديك الساعه حتى حاجه حتى زيد داك النيميرو وعيط ما كتبغيش تجاوب. واحد النهار هزيت التليفون ديالو وصونيت وهي تجاوبني بنت. صافي ما نكذبش عليك تصدمت ما عرفت شنو غندير. واش غنمشي بحالي واش ما عرفت شنو غندير معاه. مع العلم انها كانت تزوجني على اساس حب. كان باغيني وكنت حتى انا باغيه. وضحيت معاه ما كانش عنده خدمه مزيان ضحيت بشحال من حاجه ولكن في الاخر جزاني بهذا الخيار. ما عرفتش دابا شنو غندير. انت كتشتغلي؟ انا نسيتي. لا ما مشيت كندير حتى حاجه غير في الدار. ودابا كنتعصب عرفتي لدرجه ان رجلي ولات بحال قرصاني هكا. سي نورمال الانسان دابا مشكلتي هي انني ما قدرت نعاود المشكل لحتى شي واحد. وهو فاش هضرت معاه مؤخرا على هذه تيحلف لي بالله قال لي ما كنعرف ليك المراه. قال لي بالصدفه تقيدات سميتو قال لي فاش عيطت لقيتها انها بنت. ولكن انا هذا الشيء كامل صافي ما لقيتش. لا شوف لالا فاطمه هذه المساله ديال انك بالصدفه اتصلتي ولقيتي بنت هذه ماشي مشكل يعني هذه بحد ذاتها ما كتعني حتى حاجه. ما هاد القضية انك اتصلتي بصدفة ولقيتي بنت يعني يقدر وحدة جاوبت التليفون ديال باها ديال خاها ديال راجلها ديال ولد عمتها ديال شي وحدة هزت التليفون النمرة تبدلت. هادي في حد ذاتها ماشي دليل. غير هو الانسان اللي عايش على واحد التجربة اللي اثرت فيه واللي طعناته في الكرامة ديالو واللي فقصته هي اللي كتخلينا شنو بتنترجمو حتى اللي ما كاينش على انه كاين. كاين. فهمتيني يعني هاد المسألة في حد ذاتها ان شي وحدة اللي جاوبت ما عندها حتى قيمة. يعني في حد ذاتها ماشي شي دليل يعني ماشي هذه لان من عيط من المراه ديالو جاوبت بنت فهذا دليل ديال الخيانه. هذه في حد ذاتها من غير هذه القضيه ديال انك طحتي في هذه النمره هذه واش مازال كتلقاي شي اثر ديال حد العلاقات مع نساء اخرين ولا فقط هذه القضيه؟ غير هذه القضيه حيت هو كان واعدني وحلف لي قال لي غير رجعي للدار ولا ما باقي تكرر شي حاجه. ولكن مؤخرا خلاص ما بقيت كنشد عليه حتى حاجه. ما بقاش كيخرج لبرا ماشي كيما الاول. ديك الساعه الوقت ديالو كيمشي من الخدمه كيخرج من 7 الصباح ما كنشوفوش حتى ل 8 د الليل. ما كنعرفو خدام ما كنعرفو فين مشى حتى حاجه. ولكن دابا مؤخرا ما تيخرجش من الدار. غير هذه هي القضيه اللي اكتشفت. يعني دابا مؤخرا ما تيخرجش من الدار؟ لا ما تيخرجش. شوف فاطمه كلنا خطائين ما كاينش فينا اللي ما تيخطاش. هي درجه ديال الخطا كتختلف من شخص الى شخص. يعني الزوج ديالك انت لقيتي هذه المساله هذه وهو بقى فيه الحال ومن هزيتي حوايجك وخرجتي من الدار يعني ما تقبلش الامر وعرف انك يعني ما بغاش يخسرك فقام بواحد المجموعه ديال الاشياء. اه ما بغاش يخسرك يعني كاين اللي نزوه كاين اللي طيش كاين اللي يقول مالي الا جربت وكاين اللي كيخرج عليه شي حد اخر كيكون تا هو راسو صغير تيقول له مالك وعلاش ما ديرش وعلاش ما تفعلش في هذا. وكاين اللي كيتعرض للاغراء وما تيقدش يقاوم. يعني ماشي دائما غير الشخص اللي يعني المهم الانسان بالطبع كل واحد وشخصيته وكل هذا. ولكن كاين اسباب متعدده. من تكتشفتي هذا الشيء وصافي هزيتي وخديتي واحد القرار وخديتي واحد يعني واحد الموقف صارم هو راه ما تقبلوش يعني وبقى تيرغب ويزاوق وهذا يعني دليل على انه باغيك وهذا الشيء كامل يعني غير تخربيق غير واحد الخطا غير واحد النزوه اللي عابره. عطيك مجموعه ديال العلامات اللي كتاكد لك ان راه ما بقاش يعمل شي حاجه اللي تضايقك ولا اللي تقلقك وانه هذا. وهانتي قلتي كاع في الاونه الاخيره جلس معك في الدار يعني حتى اللي كيبغي يدير شي حاجه خصو يخرج للزنقه. واللي كيدير شي حاجه مريبه راه ولا بالتليفون كيصوني شي مره كتعيط كيدير شي كيكون مجموعه ديال الاشياء المحيطه به اللي كتبين لك ان هذا. فهمت دابا اللي مأثر عليك هو ان الى صح التعبير هما الترتصبات او لي سيكيل ديال هذيك المساله الاولى ديال النهار اللي من حصلت عليه انت مازال ما قدرتيش تنسيها. هذه هي النقطه مازال ما قدرتيش تسامحي عليها. ما نقولوش نسيها يمكن شي اشياء بحال هكا ما كنساوهاش ولكن على الاقل نقدر ان بيني وبين راسي نقتنع ان كاين وانني نسامح وانني نقتنع وانني نبدا صفحه جديده. باش نقدروا نوصلوا لهذه المساله هذه خصنا نجلسوا ونتناقشوا بعيدا عن تورط الاعصاب وبعيدا عن تورط المشاعر. لان ملي كنكتشفوا داك هذه المساله في الدقه الاولى شنو كيكون علاش انا وانا شنو درت ليه وانا
تسنتو واذا انا ما نستحقش منه هذا الشيء وشكون هو وشكون هادي وانا قبلت به وانا فعلت ليه وانا درت ليه كنوليو كنحسوا بدا في المره الاولى كتكون داك الثوره ديال العصب يعني كنحمل الاخر المسؤوليه واحد في ساعات كنبدا نرجع له راسي يمكن انا ما زويناش يمكن انا ما دايراش يمكن هذيك احسن مني يمكن 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 انا حيت جالسه في الدار ولا انا حيت خدامه راه بجوج بهم تيبداو يحسوا بالذنب لا يمكن انا حيت عملت فحال هكا ولا ما عملتش فحال هكا يعني من ثوره الغضب اونفير لوتر الاتجاه الاخر كنولي واحد ثوره الغضب تجاه انفسنا واحد اللوم تجاه انفسنا فاللي خاص هو ان الانسان من يتعدى هذا راه ماشي ما تنستهونش انا بهذه المساله يعني الله يكون في العون من كل واحد على حسب التجربه ديالو على حسب كيفاش كيترجم هذه المسائل فحال هكايا كيعيش واحد التجربه اللي كتقدر تكون صعبه سيئه هذا فمن ندوز هذه المساله هذه خص فتح واحد الحوار خصنا نعبر على داكشي اللي كيروج بالداخل ديالي لان محد داك المشاعر وانا مكبوته عندي وانا كنحس براسي انني كما كنسموها الخيانه انني تخانيت انني تغدرت ان هذا وانا ما عمري نعاود نقدر نبني الثقه فبناء الثقه محتاج واحد التنظيف محد عندنا واحد الترسبات ديال الاوساخ ديال داك التجربه وحنا ما قادريش نزيدوا القدم فخصنا واحد التنظيف خصنا نحلوا واحد الحوار خصني نقول داكشي اللي كنحس به انا حسيت براسي تهانيت انا حسيت بهذه انا حسيت فقدت الثقه انا ونسمع من الطرف الاخر علاش درتي فحال هكاك شنو كان واقع واش ناقصك شي حاجه في الدار واش نقدروا نقادوا شي حاجه في حياتنا نحيدوا هذه المساله فحال الاعترافات باش ننقيو باش نحيدوا داك الاوساخ باش نحيدوا الاوساخ ديال المشاعر الاوساخ ديال داكشي اللي متراكم عندنا من نحيدوا هاد لافاك هاد الشيء الاول داك الساعه خصنا نفكروا كيفاش نقويوا العلاقه ديالنا ما يمكنش اننا عاوتاني احنا تعرضنا للخطا تعرضنا نعتبرها كما بغيتي اصعب التجارب اعتبرها كما بغيتي ولكن احنا استمرينا لان الطرف الاخر اعترف بالغلط ديالو اعترف بهذا وبغى يصلح وجمع راسه وهذه وهذه فالاهم من ذلك هو اننا فعطوا اننا نبقاو عايشين هذه عاد 24 الزواج ما شاء الله العمر كامل ففعطوا اننا نبقاو عايشين على التبعات ديال واحد التجربه اللي سيئه ويمكن بسبب هذوك التبعات ديالها وهاد العصبيه وهاد القلق وهاد التعامل اللي كيولي جاف والعلاقه اللي كتولي فيها واحد الفتور حنا اللي كنوليو ندفعوا للطرف الاخر باش انه فعلا يرجع لذاك المسائل ويكرسها ويلقى انه عنده الحق فيها لانه ما لاقيش الراحه في الدار اللي خاصنا نديرو هو اننا نبنيو العلاقه ديالنا راه حنا الا جيتي تشوفي راه مجموعه الحلقات موجوده على الانترنت الا جيتي تشوفي راه هذا الشيء كامل حنا كنتكلموا عليه بالتعاون بالتضامن بالازواج باننا نديروا واحد المشاريع مشتركه المشاريع المشتركه ماشي فقط بالفلوس ماشي المشاريع ديال الخدمه وانما كيفاش نقادوا الدار كيفاش نعيشوا من هذا من دابا 10 سنين شنو بغينا يكونوا ولدنا كيفاش ندخلوش من المدرسه نبداو نتناقشوا في هذه المسائل نلعبوا مع الابن ديالنا عرفتي راه داك انك تلعبوا بجوج بكم مع الابن ديالكم راه واحد المتعه خطيره جدا وواحد التمرين اللي كيقوي العلاقه ما بين الازواج لان ملي كنشوفوا داك الثمره ديالنا حنايا بجوج بينا كيكبر تبارك الله وصلى على النبي وتيضحك وتيهز هادي ويدير هادي داك الالعاب المشتركه كتزيد توطد داك العلاقه وكتزيد تقويها نعم ناخذ رساله كوتش منى كتقول السلام عليكم شكرا لكم سؤالي الكوتش سليمه من مراكش 42 سنه مستوي الدراسي ابتدائي ارمله منذ 4 سنوات بدون اطفال مشكلتي انني عانيت كثير في حياتي اكثر مما يمكن لكم تصوروا كان حلمي انني نصبح مصممه ازياء ومثقفه لكن زوجوني 17 عام من عمري فتحملت مسؤولية الاعتناء بزوجي اللي جاه مرض السرطان الحمد لله على كل حال لأن ما زلت بغيت نحقق حلمي وما عارش كيفاش نحاول كنحاول ولكن كنفشل كنعمل الآن كصانعة تقليدية كنكسب القليل من المال كنعطيه باش نتعلم بعض الأشياء لتطوير عملي وأيضا نتعلم اللغة الفرنسية مشكلتي أنني تقدمت لاجتياز اختبارات المستوى السادس الابتدائي فما نجحتش في المرة الأولى ولا استطيع ان اتقدم مره اخرى وايضا كل من عرف بالامر كيستهزئ مني وكيقولوا لي القرد الشاف ما كيتعلم للاسف فيموت كل شيء بداخلي وكرجع للماضي المؤلم كنتذكره وكنبكي مره ومره ارجوكم ساعدوني بغيت نحقق حلمي ولو يكون اخر شيء نديره في حياتي كنحس بانني ما فهمتش بالضبط شنو بغات تقصد بانه لي انا وماشي لشي حد اخر جزاكم الله خير رمضان مبارك سعيد اولا عطاتنا الاسم ديالها ياك رشيده انا نبدا لك بواحد الحاجه اللي عجبتني في الرساله ديالك ولو ان الرساله ديالك يعني تكلمت على التجربه زعما واحد البناء في الرساله ديالك رائع جدا يمكن الناس اللي ما عرفتش فين وصلوا في الدبلومات ما يقدروش يديروا هذا البناء في الرساله ديالك بديتي بالتعريف بالنفس ديالك بديتي بالتجربه ديالك بديتي بالحلم اللي ما قدرتيش بديتي من بعد منها
كملتي بانك تقيدتي في هذا وبالناس كيفاش حبطوه ومن بعد من الحلم ديالك والرغبه ديالك وفين باغا توصل. واحد البناء رائع جدا. يعني هذه ماشي مجامله وماشي يعني ما عندي لاش نجاملك في هذا المجال هذا، ولكن عجبني الحال نقرا الرساله ديالك رغم الالم اللي فيها ملي كتقراها سكينه، عجبني الحال انني نتبعها. مسترسله مسترسله وفيها واحد الجمال، فيها واحد التعبير غزال، فيها عطيتينا بعدا شخصيا انني نكمل داك الاستماع للرساله ديالك بالحذافير ديالها. واحد البناء غزال، يعني عارفه راسك باش بديتي علاش تهضري علاش تكملي، لان شحال من واحد كيبقى يهضر 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 كيوصلوا لنا شنو رسائل بالصفحات ما كنعرفش الواحد علاش بغى يهضر. من هذه لهذه ومن هذه لهذه، واحد والانسان مشوش والله يكون في العوان. يعني هذه ماشي انتقاد، الله يكون في العوان، ولكن باش نقول لك ان راه عندك واحد البناء رائع جدا، وهذا البناء كيبين يعني ما هو الا ترجمه العقل ديالك تبارك الله وصل عند بي كيفاش داير، والليسبري ديالك والروح ديالك كيفاش دايره. يعني انت انسانه منظمه جدا في الحياه ديالك، انسانه اللي بغض النظر على هذا وبرغم هذه المشاكل وبرغم هذه الصعاب اللي دستي بها والالم اللي تعرضتي ليه، الا عندك واحد الروح تبارك الله وصل عند بي منظمه، عندك ترابط في الافكار، وتنظن ان حياتك في حد ذاتها ولو ان المكسب ما يوصلش لذاك الشيء اللي انت طامحه ليه ان شاء الله محمو هيوصل ليه باذن الله، الا انه عندك واحد التنظيم زوين بزاف في حياتك. فتبارك الله عليك رشيده، هذا هو هذه ملاحظه يعني خارجيه غير من الطريقه اللي ترسلتي بها معنا. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، الناس اللي كيقول لك القرد الشارف، ما القرد الشارف يمكن هما تيعبروا على انفسهم، اللي كيشوف راسه قرد وشارف كيعبر على راسه ماشي عليك انت، هذه الصوره اللي عندهم هما على انفسهم داكشي باش يخرجوها فيك انت. فانت الا عندك رغبه تشتاج الامتيان ديال السادس ما تقولها لهمش اصلا. انا كنعرف واحد السيده وتلاقيت بها هذه الصفحه عرفتي راه ماشي صف، هذه واحد شهرين تقريبا عرفتي يعني عجبتني بزاف. علاش؟ دوزت الباك هي وبنتها وهي في الاربعينات وبصح من جات هذا بداو تيضحكوا عليها، ويلا قال لك باغا تدوز الباك وهذا الشيء، ودوزت الباك ونجحت في الباك وقدمت للجامعه ونجحت في الجامعه وقدمت من بعد من واحد الكونكور ودار داكشي ديال الترجمه، ومازال الممتين يدخلوا تيضحكوا عليها في الدار ومازال تيشدوا فيها وكلشي يعني، ولا انت ما تكمليش من هذا القرايه، ومع ذلك ومنضبطه وكذا. فالناس ما نخليوهمش يعني الله يكون في العون. انا عارفه زعما سهله نقول ما يخليهمش ياثروا علينا، ولكن راه كنتاثر بالكلام، ولكن كي نشوفوا النماذج هذا العام السيده عندها 74 سنه كنظن خدات البكالوريا، جبتي عند البكالوريا 74 سنه مازال مجلس مزيان عند البكالوريا، زعما شويه كتجي لهذا النوع ديال الناس كتجيهم بيزاغ، ولكن راه دوزاته راه شي حاجه. انا اللي عجبني بزاف كلام ديال رشيده هو الانسان تمسكه بانه حتى لاخر نفس يدير شي حاجه في حياته. هي يعني كتقول لك ولو غير هاد القرايه اللي نوصل لها في الاخر، يعني هاد الروح هادي راه ماشي عند الناس كاملين. كنظن انك تجاوز الربعينات، غادي نحاول نعاود نرجع دن 42 سنة 42 سنة أيا كان السن ديالك، إلا الرغبة ديالك باش أنك توصل تاخذ هذيك الشهادة الإبتدائية ويمكن تدفعي للباك ديريها، وما تقوليهاش للناس. واش شي حد يجي يسولك فين ماشي النهار اللي تدفعي الإمتحان، ولا شي حد يجي يراقبك وراقك اش كديري بهم، ما سوق تحت فيك. هذه الحاجة الأولى. وقلبي على شي حد اللي ساندك، ولا بدا تلقاي شي حد اللي عنده العقل ديالو متفتح في حالك في حال هكا، وبالعكس يقول لك علاش لا وانت مثال يحتذى بهم، بالعكس انت تعطي نموذج لا للشباب ولا اللي ماشي شباب ولا اللي صغير ولا اللي كبير على انه يزيد القدم. هذه انت باغا تخدمي في تصميم الازياء، وقلتي دابا عندك الصناعة البلدية، راه تقدري تبداي من البلاصة اللي انت فيها. كلنا كنحمقوا على الصناعه البلديه، يعني ما نظنش شي حد في المغرب زعما لا رجال ولا نساء ما عزيزش عليه داك الشيء التقليدي، لان الحمد لله شي حاجه اللي رائعه عندنا في المغرب بزاف، ويمكن حنا من الشعب الوحيد اللي في الدول العربيه كاملين اللي احتفظ باللباس التقليدي، مازال كيحضر به في الحفلات. الاخرين كاملين كيديروا دي روب سواخي، الا المغربيين تبارك الله وصل عند بي كيحضروا بالقفطان وبالتكشيطه وبهاتي. فانتين من البلاصه اللي انتين فيها تقدري في الاول تبداي تستعني بمجلات تصور، هذه بالرنده وهذه بالخيط وهذه بما عرفت شنو، ومني راسي انا ديالي مثلا نقول ندير الرنده هنايا وندير الخيط معها من هنا، او ندير الرنده وندير عليها الرباطي، او ندير لا نجيب هذه غير صناعه المعلم. وتعرف على ناس راه اهم حاجه تعرف المعلم ديال الخياطه، وتعرف الواحد اللي كيصوب داك الشيء كيكون ديجا اللي كنقولوا بالماكينه كيكون ديجا واجد، ونتعلم اللي كيفصل، نشوف اللي كيفصل، ونبدا نتعلم بالحاجه بالحاجه. في الاول انا ما نقوم الا بالاسامبلاج بالجميع ديال الاشياء، كما قلت لك تستعني في الاول غير بالمجلات، وشوف هذه الفكره من هنا وهذه الفكره من هنا وهذه الفكره من هنا، هذه عجبني فيها القب وهذه عجبني فيها السفيفه وهذه عجبني فيها العقده، وهذه ندير هذه مع هذه مع هذه ونشوف شنو غتعطي. وبداي باشياء بحال هكا. تقدري في الاول ديري واحد الجلابه كموديل،
تلبسيها عليك. وانا عرفت الناس اللي تبارك الله وصل عندي دار ورشات ديال الفرع من هذه القضيه. بدات في الاول كتخدم لا راسها جلابه وتتخرج بها، فاللي شافها تيقول غزال كيفاش درتي هذه مع هذه، نصوبها لك ما كاين حتى مشكل، كنصوبها لك. شكون اللي دار لك هذه الجلابه فلان؟ وهي ماشيه وهي ماشيه وهي ماشيه. فالانسان اللي عنده طموح مزيان يكون عنده الطموح، ولكن يبدا باقل حاجه، باسهل حاجه، باللي تقدر يديرها من هاد النهار، ما يسيش حتى الغدا. ونتمنوا لها التوفيق، وكنحيوها على هذا الروح، روح يعني القياديه والروح التحدي اللي عندها بطبيعه الحال. نشوف واصل اعلاني ورجعوا معك كوتش منى صباح. جانا لكم جديد مستمعينا الكرام على ماد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. وحكي لينا قصتك دائما على 05 22 46 72 50، اولا 51 اولا 52. تنرحبوا بالجميع، وطريقه التواصل معنا بطبيعه الحال دائما على الارقام الهاتفيه 05 22 46 72 50، ولا 51 ولا 52. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا ممكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج اللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا لاله امينه من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. مرحبا بك بنتي. الله يكرمك. مبروك هاد الشهر علينا وعليك باش مسمنيتي، بارك الله فيك. شكرا. انا بنتي بغيت ندوي مع الدكتوره منى على هذا الموضوع ديال التضامن. مرحبا تفضلي لاله امينه. نعم بنتي، مبروك رمضان. علينا وعليك ان شاء الله. بنتي انا عندنا واحد مرت ولدنا ما كاينش لا تضامن، ما كتبارك لا عيد لا رمضان، يا عمرها ما كتقول مبروك العيد، ما كتوصلنا، مات واحد الاستعلاء، واحد الاستكبار. ما كاينش وحنا ما تنبغوش، انا ما عنديش البنات، عندي غير الوليدات. هذه مرت ولدك؟ انا فرحت بها، وحيت ما عنديش البنات درتها بحال بنتي. وهي كتقول لي انا ما تقوليش هي انت بنتي، انا عندي ماما، انا ماشي بنتك. فهمتي يا بنتي؟ اها فهمتك لالا. وحنا ولدنا ما كنبغوش نخسروا ليه خاطره، هو في واحد المركز ما نقولكش، تبارك الله كل واحد يتمنى على الوليدات، كل واحد يتمنى على وليداته، ما مخسر لها خاطره حتى شي حاجه. وعندها جوج بنيات، البنيه الكبيره حتى هي مشات معها في هذا المسار، ما كتحملناش البنيه، وانا واحد البنيه صغيره اخرى كنعاونوا فيها وكنشدوها عليه في ايامات اللي كتكون هي موظفه وهو تيكون في العمل ديالو، ومع ذلك تتجي ما كاين لا شكر لا والو، تتجي كتقول لها يلاه بنتي بحال شادها لها شي خدامه ولا شي مدرسه. لا ما كاينش بنتي، والله بنتي هادشي تنقول لك وانا صايمه والله شاهد عليا. لا اله الا الله. وتنكون مريضه وما كتسولش، وتنوصل لحالات بزاف مشاكل ما كتسولش، ما كتبغيش لي يوصل لها لا حنا لا لا ولادنا لا ولا حتى شي حد، حتى شي حد ما متقبلهاش. لا امينه، واش كان سبق وقعت بيناتكم شي حاجه ولا هي من نهار الاول وياها هكذا؟ زعما واش كان خسر الخاطر ديال شي واحد في شي مره وقعت شي مدابزه شي تقليقه؟ هي نهار الاول هي جاوز، هي نهار الاول هي ماشي نهار الاول، وهي متكبره شويه من نهار الاول، ياك هي متصغينه بحال عندها هي اللي عند امها وباها هذاك الشيء، وكاين اخوها ما كاينينش الناس بزاف. تنقولوا حنا بنت متشاو باقا صغيره، باقا هادي باقا هادي، كانت واحد سوء تفاهم، ماشي شي حاجه. كان ولدي مريض، مشيت شويه سدت عليا ما بغاتش كاع تحل، وعاود بقيت جالسه في الباب، قلت انا يمكن داو شي طبيب ولا شي، بقيت كنتسنى. ديك المره الثانيه فاش دقيت قال شكون، قلت لها حل يا بنتي انا جيت نشوف على الولد راني مريض. فاش دخلت ولكن ما دويتش معاها، انا مشيت مع الولد دويت معاه وداك الشيء، وهبطت في حالة بحال ولدك واللي كيهمك. ولكن يا بنتي ما نقولكش ما كاينش يجيو البنيات كنتهلا فيهم، تنغسل ليهم، تنوكلهم، تنهذا ونلعب معاهم، وتنقول لها انت راه بنياتك، ما تقول لها ايه عرفت ماشي شكرا ولا الله يجازيك بخير، ما راني سمعتها منها. وهذا رمضان ما كاينش مبروك رمضان، ولا وصلوني ولا نوصلوها ولا، وانا ما تنبغيش نقول لولدي، ما تنبغيش نخسر ليه، ما نبغيش يكون ليه مشاكل، بغيت يكون عايش حياته. كيفاش تصرفوا معاها؟ انا بغيت نقطع معاها بمره، هذا هو الحل. انا مريضه عندي 60 عام بنتي، وعندي مريضه ما قدش، وضيع لي واحد الولد، ما بقاش عندي الجهد باش نعاود نزيد نعاود نخدم حركات ديال قلبي ومع الناس مع واحدين اخرين. ولدك تيجي لعندك تتشوفيه، كتشوفي بنياته، ماشي مشكل. الله يرضي عليه. الله يرضي عليه. الله يعمره. الله يعمره. انا كنت فرحانه، بغيت نكبر عائله، ما بغيتش بحال هكا. قلت انا هي تجي عندنا ونجمعوا في رمضان، ولا كان شي مناسبه، عمر شي عيد ما تجمعنا حنايا، كيكونوا عائلتها صافي، حنا ممنوع.
ديك السيده ما كتقبلني لا انا لا راجلي لا ولادي، ونقولوا انا كاع يمكن شي مره يمكن انا مرا كبيره وهذا ولادي اش داو ليها وراجلي اش داو ليها، ما كاينش بنتي ما كاينش هذا التضامن. علاش عيطت لكم ونقول لكم زعما راه كاينين شي ناس الله يهديهم. ولكن لالا مين انا كنحيي فيك واحد الحاجه زوينه بزاف سمعتها منك، لان هادشي كيطرا هادشي كيطرا وكيوقع وكاين عند بزاف ديال الناس وربما بزاف ديال العائلات كيعيشوا هاد المشاكل هادي، ما نقولش كلشي ولكن كاينين، سواء العروسه كتكون كتشكى اولا الحماس كتكون كتشكى. للاسف ما عرفتش علاش كنديروا هادشي في ريوسنا، علاش ما كنبقاوش، علاش كنخلقوا المشاكل مع بعضياتنا هكا كغيفابور بصراحه زعما. ولكن عجبتيني في واحد المساله اللي قلتي، انا ما كنبغيش نعذب ولدي لانه لا. في هذه العلاقه هذه للاسف الولد هو اللي كياكل الشحط، لانه كيكون ما بين المراه وما بين الام، الام الا كانت كما كنقولوا كدق البره كيمشي يخويها في المراه، والمراه الا كدق البره كيجي يخويها في الام، وكيبقى داك الصراع المشاكل. انا كنحييك بزاف على هذه الكلمه اللي قلتي لانها مهمه بزاف بزاف بزاف. الام تقدر ولدها وتبغي كرامته تبقى محفوظه وتبغي قيمته تبقى محفوظه قدام مراته كيف ما كانت وقدام قدام اهله كيف ما كانت. انا كنحييك بزاف امي مسي على هذه النقطه هذه. يا بنتي ما نقدرش انا نشوش عليه، هو عنده خدمته اللي كيواجه فيها بزاف الناس، وهذا ما يمكنليش نقصوا عليه، ما غاديش يبقى يخدم الا انا صيفطته من الكد. الله يحفظك ليه. ما نقدرش نكدوها بنتي، ولكن هاد السيده الاستعلاء والاستكبار فوق القياس، وانا تنقول اللهم زعما الله يهديها على راسها. امين يا رب امين يا رب. الله يهديها على راسها. امين يا رب. الحال عند بنتها حتى هي مع اتجاه ما كتحملنيش، البنيه عندها 7 سنين ما كتبغيش تجي عندي، ما كتبوسنا ما كت تبغينا، ما هذا هو الحل اللي تنشوفو. انا ديك السيده درت حقها بنتي حتى من الحوايج تنجيب لها لي كادو لا صافر وتنجيب ليها ونجيب ليها اخيرا بغات تسافر عندي الفلوس ديال سميتو، قلت لها يا بنتي باش شري شي حاجه لك انت خرجتي لبرا، وانا تندير مع داك الشيء السيده، انا كندير مع داك الشيء وهي ما تزيد علاش؟ هذه النقطه كاين نوع الناس. شوف كاين لالا امينه كاين اللي التعامل الزوين تيكبر فيه وتيخلي انه يتعامل احسن، وكاين اللي بالعكس كيشوف اللي تيشوف تيشوف تيقول لك زعما ومالك زعما بحال الا ما عندكش اختيار ولا ما عندكش طريقه باش تعمل الا بحال هكا، داكشي باش ما حدك انت تزيد في داك الخير ديالو معاه وما حدو هو تيزيد في الشر ديالو معاك. وهي اللي تنقولوا ان انت اكرمت الكريمه ملكته وان انت اكرمت اللئيمه تمرد. الناس اللي عندهم واحد اللؤم في الاخلاق ديالهم في الترابي ديالهم وربما صعيب تلقى بحال هذا النموذج يعني نموذج زعما غالبا كيكون الصراع، راه صعيب تلقى نموذج ديال ام الزوج بحال هكا اللي باغا مثلا تتعامل بهذه الطريقه هذه، وفي المقابل كتلقى التصرف بحال هكا. انا ما كنقولش بانه ما كايناش، ولكن كنلقاو ناس مستقرين، ما غاديش نكذبوا، كنلقاو ناس مستقرين وعائم حابين وكيحترموا بعضهم وكيحترموا الامور الخاصه بهم، كنلقاو ناس اللي للاسف كيكون صراعات ما بين مرات الابن والام، كتكون واحد النوع الغيره دات ليها ولدها الى غير ذلك، كتصدر على تصرفات نسائيه اللي ما كيفهموها الا النساء مع بعضياتهم. للاسف بعض الحين كيدخل الراجل الوسط كياكل العصا، ولكن هذا نموذج محير كما قلتي يعني كوتش مول. انسان فاتح لك يدو باغي غير باغيك غير تكوني فرحانه وتشد لها بنتها تقابلها لها، ولكن كتعامل معها بحال الا زعما بزمنها مخلصها باش تقابلها، وحتى الناس اللي تنخلصوا باش يقابلوا لك تقدير. لا مدرسه ولا سيده ولا هذا، راهي تتعاملي معها وترغبي وتزاوقي وهذا، ولانك تدي لك واحد المهمه كبيره بزاف انك تخلي ولادك في الامان، شي حاجه اللي فعلا ما كتقدرش بالمال ايا كان المبلغ اللي تتحط. فهنايا احسن طريقه ديال التعامل الامينه هو تجاهل تماما، لان انت دابا تدير واحد المحاوله. واش هذه البنت الكبيره عندها 7 سنين، يعني نقولوا الا كانوا ولدوا من العام الاول يعني 8 سنين ديال الزواج، وشي انسان ماشي في واحد الخط ديالو ما باغيش، مازال كيزيد هو غير في التعامل السيء، مازال تيزيد غير في التكبر، مازال تيزيد في التعالي، مازال تيزيد في قله حتى الادب، لان باش ان الانسان تجي وتلقى وليدات كنقيقين وغاسلين وواكلين وهذا، ونقول لك بنيتي راني دوشت لهم راني درت لهم، تقول لك صافي صافي عرفت ونازل البنات ونمشي، يعني واحد النوع ديال راه تقله الادب داخله فيها. فالانسان من تيكون في حاله يعني 8 سنين ديال المحاولات وديال الخواطر وما عطاتش نتيجه، احسن طريقه بعد ديال التعامل مع الناس ما نخليوش تدوز 8 سنين هو التجاهل. يعني انا كنقابل بنات ولدي لان على ود ولدي وعزازين عليا، ولكن نتعامل معاهم مزيان، والوليدات مسهل الرشوه ديالهم يعني الهدايا والحلوى زعما كتجي على ارشاء الاطفال والسي مسكينه، لان الجده باغا وليداتها يبغيوها وتعنقها وتبوسها وهذا، يعني شوفي الالم اللي تتكلم به على ان بنت ولدها ما تجيش ما تتبوسهاش تقول لك تبع اليما. ما نحملش الابناء الذنب ديال الاباء ديالهم، لان ذاك الابن ولو 7 سنين ولا هذا مازال صغير مازال بالعقل. شوفي ماهاش كتقول لها كيبقى دائما التعلق ديالنا بالامهات ديالنا
اكبر من اي تعلق واحد اخر. فمن ما نحاسبش داك البنيه هذيك مازال صغيره بالذنب ديال الام ديالها، نتعامل انا معاها مزيان، نهضر معاها، نعاود لها الحجايه، نشوف لها بخاطرها كما انا موالفه كندير. هذه زعما ما ندخلوش الولاد في الحسابات، ولان داك الولاد اي كان التصرف ديالهم راه ما عاقلينش، راه ما واعيينش. ويمكن الا بقينا حنا كنتعاملوا مزيان، الا وصلوا لابناء 12 ولا 13 سنه راه كيبداو يميزوا، يقول لك لا امي ما عمرها كتعير ليا ماما، ما عمرها ماما كتعير ميمه. اذا كيبداو هما الراسون تيقول لكم هذا الشيء ماشي ما يمكنش. فنبقاو حنا في التعامل ديالنا مزيان، ما عمرنا نتشكاو الام للابناء، امك دارت وامك فعلت وشو امك بنتي شنو دايره ليا وشو امك، لان ما عندها حتى قيمه ولو يكونوا كبر من داك الشيء، لان ذاك الابناء ما نحملوهمش الذنب ديال الصراعات او الذنب ديال قله الاداب او نعم. قله التعامل ديال هذا. وهي ربما هاد الام كون كانت كتفكر، الناس كاينين الناس اللي ما كيسولوش كاع على ولاد ولادهم، والله العظيم ما كيحسوش كاع واش كاينين في الدنيا للاسف. والشيء الثالث هو التجاهل ديال هاد السيده، منين تجي كتقول السلام به ونعم، ما قلتهاش ما هنقولهاش. كتبغي تدينا الوقت الناس اللي دابا تدوز غاد الحاله، لان مهمه بزاف هاد النوع ديال الناس بصفه عامه، ماشي غير الحمام على العروسه وهاد العلاقه بحال هكا. هاد النوع الناس اللي كنديروا معاه مجهود كيولي التجاهل، لانه كيولي يشك في راسو. علاش هذا 8 سنين هو كيدير ذا، او عام او شهر، او هو كيتعامل بحال هكا؟ التجاهل. نعتبره ما كاينش، ياك ولدي انا كنتعامل معاه مزيان، ياك ولدي كيجيني، ياك ولدي مزيان معايا، ياك بنياته كاينين، هذاك هو المهم. داك السيده بحال الا ما كايناش، نتعامل معاه بحال ما كنشوفهاش وما ننتظرش منها شي حاجه. مرضت ولا ما كايناش هذاك السيده، ما كايناش في الحساب. هذه احسن طريقه باش الانسان يرتاح، وباش انه يمكن الا درتي هذا التجاهل تعيق ان راه كاينه شي حاجه، وان راه شي حاجه تغيرت، ويمكن راه خصني نغير من راسي الا كانت فعلا قابله للتغيير. ولكن دائما بلا ما تحسس ولدها، لانه كما هي كانت رائعه جدا في تعاملها مع ولدها، وبغات تخليه دائما الفوق، تخلي فتصبر على هذا المكتب على وجه ولدها والابناء ديالها يوقف مقامهم كما هما. وبالعكس انا قلت لها تزيد التعامل ديالها مع البنيتات وداك الشيء، ما عمرها تشك من البنيات ديالهم ولا تعايرهم، باش يبقى كل واحد في بلاصته. شكرا جزيلا لك كوتش منى، وتحيه للميمه امينه ولا طول العمر ان شاء الله، والصحه والعافيه، والله يطفي الغضب في جميع الاحوال يا ربي، الله يصلح الحال. لانه بعض الاحيان ما كنعرفوش، ربما في بعض التصرفات ما كردوش لها البال، ولكن الطرف الاخر تياخذها على محمل من الجد او اكثر من الجد. فنتمنوا ان ربي يصب الخواطر وهذا الشهر الكريم يا رب. شكرا جزيلا لك كوتش منى، نتلاقاو غدا ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا بدينا نتكلموا على التضامن الازواج، طبيعه الحال سعيده، هو كيقول لك وصافي بركه. فانت اللي ودعكم تشوفونا، ونستقبلوا جميع الاستاذ سعيد ناوي الاجابه على كل اسئلتكم القانونيه. وحديثنا اليوم على الزواج المختلط، بقوا مع هذا الاقتراح وراجعين لكم. خليو منى تمشي توجد الفطور ديالها، ونستقبلوا استاذ سعيد المدام ديالو كتوجد فطوره، وغنخليهم معنا حتى الربعه. اذا لاحظتوا راجعين لكم.